من طرائف ما سمعت يقول لي الدكتور أحمد العوضي، ما تعرفونه ولا لا، مدير مستشفى بدرية الأحمد وحسين مكي جمعة، يعني السرطان، يقول هذا المريض دخل المستشفى يعني السرطان إنه موات. يقول كان عنده 3 أصدقاء ربعة ليليا، عنده كل ليلة، عنده دوانية عنده بالغرفة، يقول كل ليلة يجون الدوانية عنده بالغرفة ويلعبون جنجفة ويسولفون دوانية، آخر الليل بالعشر بالإحداعش بالإثناعش يسرون الدوانية بالمستشفى، يقول من باكر يجون دوانيتهم بالمستشفى، يقول عاد يقول صليت عليهم 3، يقول يقول 3 صليت عليهم وعايش هو المريض. هم كانوا يأتون لكي يهونوا عنه يعني الأمر، وأن كل واحد استانس قبل ما تموت كذا، يقول صليت عليهم 3، يقول فليس بشرط صحيح.